أهلا بكم في أولى حلقاتنا من ثلاث معمون، ثلاث دقائق، ثلاث محاور، ثلاث حلول. يقدمه ويرعى تطبيق مون، أول منصة تجارية اجتماعية في الشرق الأوسط. تحليل جديد بطريقة عملية يظهر أهم مشكلات التجارة حالياً في مختلف المجالات، ويرشدك لأهم الحلول التكنولوجية الحديثة. عنوان حلقتنا اليوم: ألهمت نيوتن قانون الجاذبية وغيرت مجرى حياة سيدنا آدم عليه السلام. ذكرت في العديد من الآيات القرآنية الخضروات والفاكهة، والتي تعد من أهم مصادر الأمن الغذائي لأي دولة في العالم. فوائدها لنا عديدة، صحياً واقتصادياً لمن يتاجر بها ويزرعها. وتعد سلطنة عمان بالرغم من ملوحة تربتها ونقص مياه الزراعة بها، إلا أنها تتبوأ مركزاً مرموقاً بين دول الخليج في مجال الزراعة وازدهار تجارة الخضروات والفاكهة بها. المشكلات: بناءً على بعض المقابلات مع المزارعين والمستخدمين وبعض الدراسات الميدانية، يفتقر سوق الخضروات والفاكهة بسلطنة عمان للتسويق الصحيح، وصعوبة التواصل بين المزارع والتجار مع المستهلك، حيث أن سبب تفاوت الأسعار بالسلطنة في هذا المجال تحديداً هو ضعف التسويق والتواصل الفعال. الحلول: إنشاء أسواق جديدة في جميع مدن سلطنة عمان، عدم استغلال التجار لهذه الفجوة بين المزارع والمستخدم ورفع الأسعار. حمل مون: إذا كنت تاجراً سوق منتجاتك، اعرض وتابع عملياتك، تواصل مع عملائك وزد مبيعاتك. إذا كنت مستخدماً، اختيارات أكثر، شراء أسهل، أمان أفضل، خصومات وعروض حقيقية. هدفك مضمون. حمل مون.